بيعطلني ازاي اركز وكل حاجة بتوطلني طب ازاي ابقى حر ميت الف خد مش هيحررني حقد كره غيرة انانية مالية الشارع ناس كتير بتصرخ مفيش ولا حد سامع في ناس في مصلحتها اللي بينا يبقى والع الموضوع مش دين مش كنيسة الموضوع مش جامع الحل في ايدينا احنا لو بصينا في المراية احنا جوه ممنزحنا قرب تفهم الحكاية بص للشوارع الحواري الطرق كل الكباري تلاقي يافطة واحدة الفساد اتجاه اجباري اصل جدعانة ماتت كانت واقفة على الرصيف والناس واقفة في الجنازة في طابور اخو الغير اللي عايش يمد ايده ونفسه يموت شريف رشوش حياته غلاسة يا عم اديله ده راجل دمه خفيف ازمات كتير علينا مش بتعدي لازم نسمع بعض وناخد وندي نعرف يعني ايه كلمة تحدي وعشان نعمل تغيير ابدأ بنفسك من دلوقتي ازمات بتيجي علينا مش بتعدي لازم نسمع بعض وناخد وندي نعرف يعني ايه كلمة تحدي وعشان نعمل تغيير ابدأ بنفسك من دلوقتي بتكلم على الفنانين والاحزاب السياسيه مع او ضد الهمجيه ما تحلش القضيه هو انت ما تعرفش احنا ملوك العشوائيه لو معكش ما يلزمكش ويبقى مالكش ديه واللي خافش ياخدها قفش ما هو شغل بلطجيه واللي واكلين هوا العنس يقول اديان السماويه واللي لحقوق الناس بلع ونهايتهم ماساويه واللي يرفع لك ايده يقول لك معلش امزحها فيا واللي مضيها انفاس وغرق في مروخية والناس اللي ماشية جنب الحيطة عاملة مستخبية لو الحيطة اتهدت عليك هتعمل انت ويا زمان كتير علينا مش بتعدي لازم